إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بغيت نتكلم لكم على موضوع الهجرة إلى كندا. العديد من الناس يرغبوا أنهم يلتحقوا بالديار الكندية من أجل العمل والاستقرار. فإخواني أخواتي، مرحبا بكم ومرحبا بكل مهتم بالهجرة إلى كندا. كل المعلومات التي أشاركها معكم موثوقة ومأخوذة من المواقع الرسمية للحكومة الكندية، مواقع المقاطعات. واليوم سأشارك معكم موقع منظمة كندية تعمل مع المشغلين الكنديين وتجلب لهم اليد العاملة اللاجئين بكندا، وذلك بدون مقابل ومجانا. فالمشغلون الكنديون محتاجون إلى العمال وموظفين في مختلف المجالات، خصوصا أن أزمة كورونا زادت من أزمة اليد العاملة، فالأماكن محدودة جدا إذا لم تبادر للتسجيل. في هذا الفيديو سأوضح لكم كل شيء عن هذه المنظمة، كيفية التسجيل، عمل هذه المنظمة إلى غير ذلك. فكل ما يتضمن هذا الفيديو فهو مهم جدا، خصوصا بالنسبة للراغبين في الذهاب إلى كندا. سأشارك معكم أكبر منظمتين. الأولى تساعد على الهجرة إلى كندا من بلادك أينما كنت، والثانية منظمة تساعد على اللجوء. فالحكومة الكندية مدركة تماما أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية في تطور وبناء أي بلد، لذلك أنشأت الحكومة الكندية العديد من برامج استقبال المهاجرين واللاجئين على أراضيها، وبالتالي ظهرت الكثير من المنظمات التي بدأت تلعب دور المساعد في إتمام هذه المنظومة. وأكد أن هذه المنظمتين لا تطلب أي مقابل مادي، بل وتساعدك على الهجرة مجانا. المنظمة الأولى هي كارير سان فرونتيير، أو وظائف بغير حدود، وهي منظمة غير ربحية، أي لا تطلب مقابلا، وموجودة بكندا. مهمتها إيجاد اليد العاملة للاجئين من أجل تشغيلهم في المراكز الكندية الذين يعانون من قلة اليد العاملة. مقر هذه المنظمة، أي كارير سان فرونتيير، بموريال بمقاطعة كيبيك. نقوم بالدخول عبر الانترنت إلى هذه المنظمة لملء الاستمارة من اسم ونسب وجنس والمهنة التي تحبها وتمارسها ولديك خبرة فيها، بالإضافة إلى رقم الهاتف والبريد الإلكتروني. للإشارة، فالهاتف والبريد الإلكتروني يجب ملؤهما بدقة وعدم الوقوع في الخطأ. ما تقوم به هذه المنظمة كارير سان فرونتيير هو التوظيف والهجرة والإسكان. الإدماج تبقى مع صاحب الطلب حتى يجد عمل، ويمكنها كذلك أن تؤمن المسكن. تملأ الاستمارة من خلال ملء البيانات المتعلقة بك، يمكن معرفة أهليتك للهجرة إلى كندا، كما يمكنك الاطلاع على المهن المطلوبة في الوقت الحالي: مساعدين إداريين، مساعد تنفيذي، المسؤولون بالتعليم، والقائمة طويلة. يطلب منك النقر على المهنة التي تتناسب مع قدراتك وتكوينك وخبراتك العملية. فيرسل طلبك مباشرة إلى المنظمة، أي منظمة كارير سان فرونتيير، المكلفة بالتوظيف والهجرة. ويجب أن تبين في هذه الاستمارة أنك تحب كندا وتحب العمل فيها. فيرسل طلبك مباشرة إلى المنظمة، منظمة كارير سان فرونتيير، المكلفة بالتوظيف والهجرة. الرسالة تكتب باللغة الفرنسية أو الإنجليزية، وإن كان بالإنجليزية فكان أحسن، وتكتب هذه الرسالة بخط واضح
وتبين فيها حبك لبلد كندا وحبك للعيش فيها، كما يمكنك أن تشير إلى خبرتك في هذه الرسالة، أي الرسالة الإلكترونية. هكذا تكون قد تسجلت في هذه المنظمة، وعندما يكون عمل مناسب ويتماشى مع خبراتك فيتم المناداة عنك عبر الهاتف أو إرسال رسالة عن طريق البريد الإلكتروني. لذلك يجب ملء بياناتك بدقة، خصوصا الهاتف والبريد الإلكتروني أي الإيميل، لأنهم يعرفونك عن طريق السيفي الخاص بك. هذا كل ما يتعلق بالمنظمة الأولى، أي منظمة كارير سان فرونتيير. أما المنظمة الثانية هي منظمة تهتم خاصة باللاجئين، وهي منظمة تقوم بتسهيل وصل اللاجئين مع سوق العمل في كندا، وتعمل حاليا مع العديد من الدول التي تعاني من حروب واضطهادات ونزاعات. وهذا المشروع يتم بالشراكة مع البرنامج الكندي للمهاجرين، أي هذه المنظمة الثانية تقوم بمساعدة اللاجئين الذين يعانون من حروب كسوريا مثلا أو فلسطين، فتقوم بالتنسيق مع الحكومة الكندية من أجل توظيفهم وإيجاد مسكن لهم. وقد أكد الوزير الكندي على اهتمام الحكومة ليشمل أعداد كبيرة في السنوات القادمة. ما يمكنك فعله هو التسجيل عبر بوابة الإلكترونية هذه المنظمة، مع حسن ملء الاستمارة من الاسم والنسب والجنس والسن والهاتف والبريد الإلكتروني، وكذلك البلد الذي تنتمي إليه والخبرة في ميدان العمل التي تحب العمل فيه، مع كتابة حبك لبلد كندا لتكون لك فرصة أكبر لقبولك في كندا. فبناء على هذه المعلومات ستبحث لك هذه المنظمة على العمل من عامل أو نجار أو خباز أو مهندس زراعي، وهناك أيضا ربات البيوت، صيدلاني ومدرس وإلى غير ذلك من الوظائف، سواء كانت وظيفة أو مهنة. فيستحسن إخواني أخواتي ملء الاستمارات والبيانات باللغة الإنجليزية، فمن لم يتقن اللغة الإنجليزية فلا بأس من ملئها بلغة عربية أو فرنسية، فهناك برامج تساعدهم على الترجمة إلى اللغة الإنجليزية. إذن كان إخواني أخواتي هذا كل ما يتعلق بالهجرة إلى كندا وطريقة ترشيحك للحصول على قبولك في المنظمات الكندية من أجل الهجرة والعمل هناك. ما يجب التأكيد عليه هو أن هذه المنظمات فهي صادقة، ويجب ملء الاستمارات والبيانات بدقة. فهناك من لم يتوصل بأي إجابة، وذلك راجع إلى عدم ملء الاستمارة بشكل جيد. أتمنى التوفيق لكل من يحب الهجرة إلى كندا، حظ موفق للجميع. كان معكم محبكم في الله عمر من قناتكم عمر بغيف. رجاء وضع تعليق والضغط على زر إعجاب والمشاركة. شكرا لكم وإلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.